حلم جديد تحقق في عالم الأزياء السعودية عبر أسبوع الموضة في الرياض، الأسبوع الذي ضم أكثر من 16 عرضاً للأزياء لأهم المصممين السعوديين، أطلق العنان لإبداع اللاعبين الكبار في هذا المجال. فها هو محمد آشي يبهر الحضور بمجموعته التي حملت اسم 8 PM، وهي الساعة التي نفذ فيها عرض مجموعته لأول مرة في الرياض في أول أسبوع للموضة. استخدم آشي التصاميم التي غلب عليها الريش والقصات التي تتمايل مع تمايل مشية العارضات. عدنان أكبر هو الآخر يسحر الحضور بحرفيته العالية وبمجموعته التي مزجت بين كلاسيكية الماضي وجنون الحاضر، وأعادت أضواء أكبر إحياء ذكرى فستان دار عدنان أكبر الأشهر عروس سبأ الذي ارتدته شريهان في فوازير رمضان بتصميم خاص. تيمة عابد باتت حديث أوساط الموضة بتصاميمها التي سحرت الأنظار في عرض كان مليئاً بالمفاجآت. اتنوعت الأقمشة من الشيفون والساتان بالإضافة إلى تدرجات الألوان، والأهم هو الإكسسوارات والتفاصيل التي أضافت لمسة خاصة أظهرت إبداعها. أما فساتين زفاف دار الهنوف فكانت كفساتين أميرات الروايات، وقد اعتمدت القبات المرتفعة والتيجان العالية. تصاميم الأختين عبير وعلياء عريف نسجت عرضاً من حكايات الخيال في عرض دار حكايات التي تأخذك إلى أجواء أليس في بلاد العجائب. أسبوع الموضة للأزياء النسائية اختتم مع هنيدة الصيرفي مصممة فستان حناء الأميرة رجوة، والتي اعتمدت في تصاميمها الألوان النابضة بالحياة كما تنبض الرياض بجمال وألوان فنونها.